السعودية بقى مناسك الحج، كلمنا عن مناسك الحج في السعودية بقى. ما اقولكش ما كنتش بطلع بره الفندق اللي هو الفي اي بي ده، لاني لما كنت بطلع كان الجو حر جامد والناس ما كانتش بتسيبني، ولا سعوديين ولا ليبيين. انت مشهور برضه في السعودية؟ لا اكتر من هنا بكتير كمان. كتير في السعودية. بقول لك كنت ما بطلعش بره الفندق. انا نفسي اطلع اقعد بره شوية. مش عارف تطلع من مش الناس. عارف من الناس والله. رغم ان كانت في ناس كتيره وجهه عامه هناك. ما شاء الله كان بيحج معانا الليسي، كان بيحج معانا وجهات عامه كتيره جدا. طب حد من مصر قابلك هناك زي الليسي مثلا؟ ما فيش مصري والله العظيم الذي لا اله الا هو. ناس مصريين جاتني الفندق اللي هو فندق الانوف وفندق الساعه، ما ادراك عشان يجيني الفنادق دي. ده مشوار صعب جدا، وكانوا بيقولوا يا عم ربيع والله لما سمعنا انك جاي تحج سألنا عليك وعرفنا ان الرحلة تبع الانوب وجينا لك هنا يا عم ربيع. وبجاي اللي يجيب لي طلبات واللي يجيب لي عصائر واللي يجيب لي حاجات كده حلوة، بجيت اشكرهم وبجيت فرحان بيهم. نسوني نفسي نسوني نفسي ونسوني اولادي. ورحت بقى مصدقت جيت هنا منهم. كلهم حبايبي، ادعي لهم بالنجاح هم وحبايبهم واولادهم. ادعي لهم بالامان والاستقرار، ادعي المركز بالوعي والفشل، ادعي كمان للبدرشين والحوامدية والجنوب الجيزة عامة كله، وخاصة المخنان.